وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب بدر الدوسري عضو مجلس النواب على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات، موضحا أن هذه العلاقات تجاوزت الأطر الرسمية لتتحول إلى علاقات اجتماعية أخوية بين البلدين الشقيقين. مدى العلاقات التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لها علاقات تاريخية راسخة وسط حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية. وتتسم علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين بأنها تتجاوز الأطر الرسمية إلى العلاقات الاجتماعية الراسخة والممتدة من على أيام الأبوين الراحلين اللي ما زال ذكرهم عالق في قلوبنا وما زال. وأنا أؤكد على هذا أن الناس يعني ولله الحمد وما زالت أدعو لهما بالرحمة والمغفرة اللي وصلونا لهذا التماسك واللحمة العظيمة بين البلدين. كذلك أخي الكريم لا ننسى الرابط أو الروابط الأسرية والتبادل الثقافي وعلاقات المصالح الاقتصادية اللي إلى اليوم تزداد تماسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة اللي سموه الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وعاهل البحرين سيدي جلالة الملك حفظه الله.